بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم اليوم بإذن الله عن المسعر اللي هو يسمى كالوروميتر أو مقياس الحرارة النوعية. المسعر هو جهاز لقياس الحرارة النوعية، يعني تعريفه المسعر من السعر الحرارية، يعني فهو لقياس السعرات الحرارية أو الحرارة النوعية. هو جهاز لقياس التغير في الطاقة الحرارية، لقياس التغير في الطاقة الحرارية. تمام. أيضا يستخدم لتعيين الحرارة النوعية للمواد، لمادة ما للمواد. وأيضا في مسعرات أخرى تستخدم لقياس التفاعلات الكيميائية، وأيضا لقياس محتوى الطاقة في الأطعمة. إذا في بعض المسعرات، يعني منها يقيس التفاعلات الكيميائية، وهذا نوع خاص من المسعرات، وأيضا يقيس محتوى، وفي مسعرات أيضا تقيس محتوى الطاقة في الأطعمة. اللي يهمنا هنا هو المسعر لقياس الحرارة النوعية. كيف نعين الحرارة النوعية؟ أولا كيف وش يتركب منه المسعر؟ المسعر يتكون من إناء، وبعدين داخل هذا الإناء إناء ثاني، بحيث إنه يكون معزول، هذا عازل هنا يعني عشان ما يفقد الطاقة، ومغطى أيضا ومعزول، وفي فتحة هنا للميزان الحراري، ميزان حرارة، أيضا قضيب تحريك هنا في فتحة، وهنا قضيب تحريك عشان يعني يخلط المواد مع بعض. عادة يوضع داخل المسعر ماء بكمية معينة ودرجة حرارة معروفة، بعدين يسخن الجسم اللي نريد تعيين الحرارة النوعية له، نسخنه إلى درجة معينة ونضعه في الجسم، هذا الجسم المراد تعيين الحرارة النوعية له، الجسم طبعا الجسم تكون درجة حرارته مثلا T2 معروفة، والماء نقيس درجة حرارته أيضا قبل لا نضع هذا الجسم، فتكون درجة حرارة الماء T1. اللي يحصل هنا انه المسعر معزول ومغلق، بمعنى انه الحرارة من هذا الجسم فقط تنتقل إلى الماء لكن لا تنتقل إلى الخارج، فهذا الجسم يعطي الساخن يعطي الماء كمية من الطاقة بحيث ترتفع درجة حرارة الماء. فمبدأ عمل المسعر يعتمد على مبدأ حفظ الطاقة، إذا يعمل بمبدأ حفظ الطاقة، بمعنى أنه طاقة الجسم مثلا الماء، أنا بسميه الماء، هذا هو مثلا الماء، بسميه مثلا واحد، هو الجسم رقم واحد، وهذا الجسم هو الجسم رقم اثنين، فيصير عندي الآن أنه الطاقة الحرارية للجسم واحد زائدا الطاقة الحرارية للجسم اثنين، كل الطاقات اللي موجودة داخل المسعر، طاقة الماء، الطاقة الحرارية اللي موجودة بالماء زائدا الطاقة الحرارية الموجودة في الجسم، مجموعهم يساوي مقدار ثابت، يساوي مقدار ثابت، بمعنى انه كمية الحرارة المنتقلة إلى الماء اللي هي
E1 كمية الحرارة المنتقلة إلى الماء تساوي، يعني لو أخذنا هذا وديناه الطرف الثاني بيصير بالسالب، فدائما يساوي الطاقة الحرارية اللي فقدها الجسم الثاني. ما في أي انتقال، دائما الحرارة تنتقل من هذا الجسم إلى الماء والعكس، لكن ما تخرج برا، لذلك الطاقة الحرارية محفوظة داخل المسعر. طيب بنحاول نستنتج القانون اللي منه نستطيع حساب الحرارة النوعية لهذا الجسم اللي داخل المسعر. طيب كيف نبدأ بقياس الحرارة النوعية؟ أولا أنه نعين درجة حرارة الماء، نضع ماء داخل المسعر ونعين كتلة الماء، نوجد كتلة الماء نقيسها بالميزان، وأيضا نعين درجة حرارة الماء داخل المسعر. بعدين نقيس كتلة الجسم الثاني بالميزان أيضا، ونقيس ونسخنها إلى درجة حرارة معينة، يعني أعلى من درجة حرارة الماء، نسخنها درجة أكبر، فلذلك يصير عندنا معلوم كتلة الماء داخل المسعر، درجة حرارة الماء داخل المسعر الابتدائية، بعدين كتلة الجسم اللي احنا بنحسب الحرارة النوعية له، وأيضا نسخنا إلى درجة حرارة معينة معلومة نقيسها ونضعها هنا، فيصير عندنا كل هذه المعطيات معلومة. أيضا السعة الحرارية للماء معروفة اللي هي 4180 جول لكل كيلو جرام في كالفن. الحرارة النوعية للجسم الثاني احنا اللي نبغاها من خلال المسعر. طيب الآن إذا وضعنا الجسم داخل الماء معناته أنه في حرارة بتنتقل من هذا الجسم إلى الماء، فيصير عندي التغير في الطاقة في طاقة الماء تساوي Q1 اللي هي كمية الحرارة اللي اكتسبها، فتساوي كتلة الماء في الحرارة النوعية للماء في التغير في درجة الحرارة. لاحظ انه الحرارة يعني الطاقة الحرارية بتنتقل من هذا الجسم الى الماء، فيبدأ هذا الجسم يبرد، يعني تقل درجة حرارته، ودرجة حرارة الماء بترتفع الى ان تقف، يعني احنا نراقب الميزان هنا الى ان تثبت درجة الحرارة. طبعا درجة حرارة الماء الان الميزان يقيس درجة حرارة الماء، لما تنتقل الحرارة الى الماء تبدأ ترتفع درجة حرارة الماء، فيبدأ الميزان بقراءة حرارة الماء، فترتفع ترتفع إلى أن تثبت. إذا ثبتت معناته أنه الآن القطعة هذه والماء أصبحوا في حالة اتزان حراري، يعني درجة حرارتهم ثابت واحدة، معناته أنه درجة حرارة الخليط الآن أصبحت تي فاينل اللي بنسميها تي فاينل، فدرجة تي فاينل هذه هي للحديد الآن وللماء بعد الاتزان، يعني بعد ما انتقلت درجة الحرارة كمية الحرارة من هذه القطعة إلى الماء فتتساوى درجة حرارتهم، فيصيرون في درجة حرارة متساوية. فلذلك يصير عندي هنا درجة الحرارة النهائية اللي يصلها الخليط وهي درجة حرارة الماء الآن أصبحت ناقص درجة الحرارة اللي كان عليها الماء، الطاقة في هذا الجسم طبعا الطاقة انتقلت إلى الماء، فلذلك هذه إشارة الطاقة الحرارية هنا هي موجبة، الطاقة الجسم هذا فقد من شيء من الطاقة، فلذلك يصير التغير في طاقته الآن هو سالب كيو، وبنسميه سالب كيو 2 اللي هي تساوي سالب كتلة هذه القطعة اللي هي ام 2 في السعة الحرارية لها مجهولة، الآن درجة حرارته كانت T2 فأصبحت T final ناقص T2، ونلاحظ هنا أنه T2 أكبر من T final، لذلك الناتج هنا بيصير سالب، والسالب مع السالب بيروحون بيصيرون موجب. الآن نطبق قانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الطاقة وش يقول؟ أنه مجموع الطاقة الحرارية يساوي مقدار ثابت، أو نقول أنه التغير في الطاقة الحرارية للجسم الأول يساوي سالب التغير في الطاقة الحرارية للجسم الثاني، فنقول أنه دلتا إي واحد تساوي سالب دلتا إي اثنين، أو نعوض في هذه الكميات فيصير
مقدار هذه هو M1 في C1 اللي كتلة الماء في الحرارة النوعية للماء في T final ناقص T درجة الحرارة الابتدائية للماء. هذا يساوي سالب M2 في C2 في T final ناقص T2. الآن المجهول عندنا هو C2، فكيف نوجدها؟ نقسم الطرفين كلهم على القوس هذا وعلى M2، فيصير عندي C2 تساوي هذا المقدار اللي هو M1 في C1 في T final يعني درجة حرارة الخليط في درجة حرارة الماء اللي كان عليها مقسوبا على كتلة المادة المجهولة الحرارة النوعية مضروبا في T final ناقص درجة الحرارة اللي كان عليها الماء. كل هذه معلومات عندي، أنا حسبت هذه وحسبت وهذه معلومة ودرجة الحرارة أيضا من المقياس معلومة، فأقدر أوجد الحرارة النوعية لهذه المادة باستخدام المسعر. لو احتجت الآن أني أحسب مثلا درجة حرارة الخليط كامل، معناته بفك هذا القوس فبأخذ المعادلة هذه، يعني هذه معادلتنا للحرارة النوعية المجهولة اللي نقدر نعينها باستخدام المسعر. وأيضا نقدر مثلا لو طلب مني حرارة الخليط، يعني كلهم معلومات إلا درجة حرارة الخليط، فنفك هذا القوس فيصير عندي M1 في C1 مضروبا في T final ناقص حقة الإشارة هذه، الـ M1 مضروبة في T1 في C1، إذن M1 C1 T1 هذه تساوي سالب، نضرب أيضا هنا M2 في C2 في T final، بعدين سالب في سالب بيصير موجب، M2 في C2 في T2، إحنا نبغى T final، معناته كل هذول الاثنين بخليهم مع بعض، يعني بشيل هذا ودي الطرف الثاني وهذا أشيله وأخليه مع الآخرين لأني أنا أبغى T final، فيصير عندي الآن M1 في C1 في T final زائدا M2 في C2 في T final، هذا يساوي M2 في C2 في T2، وبعدين هذا ننقل الطرف الثاني بتصير إشارته موجبة، إذا موجب M1 في C1 في T1. أنا أبغى T final، معناته باخذ T final مشترك، إذا T final ناخذه مشترك، فيبقى عندي هنا إذا أخذت T final مشترك M1 C1 زائدا، وهنا يبقى عندي M2 في C2، وهذا يساوي M2 C2 T2 زائدا M1 C1 T1. نقسم على القوس هنا عشان نحصل على T2، نقسم الطرفين على كل هذا القوس، فإذا قسمنا الطرف هذا على كل هذا القوس يختفي من هنا ويظهر هنا، فيصير عندي T final يساوي هذا المقدار مقسوما على هذا القوس، إذا M2 C2 T2 زائدا M1 في C1 في T1 على M1 أو نقول M2 C2 ما يفرق زائدا M1 في C1. إذا هذه هي الحرارة، درجة الحرارة النهائية للخليط لو طلبت مني أوجدها من هذا القانون. بنحل مثال اثنين والمسائل التدريبية على المسعر بإذن الله بالفيديو التالي.